مرحبا، اسمي مصطفى حجازي، أنا من مدينة صيدا بلبنان. أنا مدير خلية إدارة الأزمات والكوارث في اتحاد بلدية صيدا الزهراني، بالإضافة أنا أيضا عضو مجلس بلدية صيدا. أولوياتنا بإدارة الكوارث بالمدينة هو الحد من الكوارث المنتشرة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، الظروف الاقتصادية الصعبة، ظروف التمويل. نعاني الكثير من المشاكل، مشاكل في الحرائق، في انتشار الحرائق نتيجة لازدياد الحرارة، بالإضافة إلى مشاكل التمويل. نحن بحاجة لدعم لفرق المستجيب الأول، لفريق إطفاء بلدية صيدا والفرق المحلية والNGOs اللي هن أساس عملنا في البلدية، بالتعاون مع وحدة إدارة الأزمات والكوارث في محافظة لبنان الجنوبي وعلى المستوى الوطني. أمس آر 2030 نطلب منكم الدعم الدائم في إدارة الأزمات والكوارث من حيث إمكانية التعاون مع المنظمات الدولية، مع المحليين، في إمكانية إيجاد التمويل المناسب للمشاريع، وخاصة التي تتعلق اليوم بإدارة الطاقة في لبنان نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به. وشكراً لكم على الاستضافة. شكراً.